حاضرة في استاد سحيم بن حمد. هذه الكرة العالية فوق، جفار راشد، محمد ياسر، محمد ياسر، عبد الرحمن مصبح، محمد ياسر، يا ولد يا لعيب، نعم انها ثلاثية، ثلاثية تاريخية للريان، غابت كثيرا، غابت طويلا، عاد الريان يا عزيزي، تيكت ايزي تيكت ايزي، عاد الريان يا عزيزي، ضربة راس صعبة الراس تسعد كل الناس من عشاق الريان، يا فرحة الريان، يا فرحة الأمة الريانية، ثلاث أهداف ولا أروع، ثلاث أهداف ولا أجمل، بضربة راس صعبة الراس، نعم، يسعد عادل لامي كل الناس، 3-0 يصل الريان إلى المباراة النهائية، نعم، والحسرة قطعا على كوزمن المدرب الروماني لنادي السد، كان يمني النفس بالوصول لمناصب التتويج في سنة أولى في مباراة أولى في كرة القدم القطرية. هاتوا خد من عبد الرحمن ومحمد ياسر محمدي أحد أفضل لاعبي الريان في هذا اللقاء، يعمل كرة عرضية جميلة تجد رأس عادل لامي يقابلها حسب الميعاد، حسب الميعاد يا حبيبي.